بيجي الحرب في ليبيا من 2011، وكنا في مخيم الشوشة. مخيم الشوشة 2017 شهر 6 يوم 9 يوم 19 رحلونا كسروا المخيم وجابونا إلى المرسى، ونحن وضعنا صعب بصراحة في المرسى، كنا زي كأننا محتجزين في 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 سجن مفتوح. وبالتالي يبحث على طرق جديدة الفترة الصيفية نهاية جويلية، ظروف المناخية هي عادة اللي تساهم في معناها التدفقات هذه. كنت نسكن في عين زارة في طرابلس، دخلوا فيها يعني الحرب وخشوا فيها الجيش والميليشيات، وهذا شيء معروف لدى العالم كامل يعني. فطلعنا خرجنا من عين زارة، لقينا روحنا متجهين إلى تونس، وجينا على أساس المفوضية هون على أساس إنه نقدموا طلب اللجوء، أعطونا بطاقات طلب اللجوء، ويعني ما قدموا لنا شيء مساعدة، لا سكن لا رعاية صحية حتى حاجة. الدراسة الميدانية اللي أنجزناها في علاقة بمركز الوردية اللي يتسمى مركز الإيواء والتوشيم. ترخيص هذا المسبق لزيارة المركز عملية طويلة ومضنية جدا. المشاكل الدينية والمشاكل القبلية أثرت فينا جدا، المشاكل السياسية كل يوم أثرت فينا جدا، يعني خلتنا خرجنا من بلادنا على دولة تشاد، وخلتنا خشينا على ليبيا ومحامين في الصحراء، وبعد ذلك ذهبنا على دولة تونس. الهجرة لا حلت لي ولا قال ذرة، ما حلت لي ولا مشكلة واحدة، ولا مشكلة ما حلت لي، أنا مشاكل كل قاعدات في راسي وقاعد في خلايا. لا أقدر أعيش في تونس، وطية سيعة جدا بالذات في تونس اليوم الحالي، كل عنصرية، عايش في عنصرية في عنصرية، عايش أنا في عنصرية في عنصرية. Est-ce que ça ne vous fera pas du bien que quelqu'un dise que j'ai pu réussir ma vie en Tunisie? Ça vous fera quoi du mal? Il y a un manque de communication qui ne s'explique même pas. مشاكل في تونس أول حاجة ما عنديش سكن، أوكي؟ ما لقيتش رعاية صحية، اوكي، ما عندي اطفال يقروا في الصف الثاني في الصف الخامس، ما لقيت لهمش تعليم. هذه الحاجات تواجه فيها اكثر شيء في تونس. معاملة المنظمات مش باهية، واستلام يستلموك يسجل اسمك وفكوك في الشارع، يدوك بطاقة يقول لك انت لا مسؤولين منك، لا علم لا اي لا سكون لا اي حاجة، تخلوك اذا ما نزبت تلاجئ دولة طلبتك نرفعوك، ما في حاجة تجنب كده، تلف تمشي تشتغل يقول لك امشي اشتغل. قاعدين في تونس والوضع في تونس هذا مش وضع بتاع لاجئين بصراحة يعني. الرئيس الجديد يسمع كلامنا، يدير 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 حلول. اللاجئين في تونس وضعهم صعب، أمالي نخرج من تونس، نخرج في دولة أوروبية تحمي اللاجئ، تحمي حق اللاجئ وتحمي حقوق الإنسان. هل من إجراءات عاجلة تمكن من تسريع المصادقة على قانون اللاجئين أو استراتيجيات جديدة لحماية المهاجرين؟ اليوم معنا تونس يلزم تتوخى معنا موقف واضح، يا توافق على قانون اللجوء وتمكن من تسوية هؤلاء وتمكنهم معنا من حياة كريمة، توفر لهم جميع الظروف الملائمة، أو أنها تتخذ موقف صريح بعدم قدرتها على استقبال المزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء، وتقوم معنا هنا بإلغاء جميع الاتفاقيات الدولية. حروب الدينيات دي بتمنى تتغير، والحروب القبلية دي بتمنى في الدول أن كلها تتغير مننا، لو حاجة تغيرت كل شيء بيمشي إن شاء الله، إن شاء الله عنصرية تتغير مننا أكثر. هذيل بس أنا داري أتغير يعني.